اهلا وسهلا فيكم، عدنا مع اطباء على الهواء. ضيفتنا بنذكر الدكتوره رشا رشيد، اخصائيه الجلديه والتناسليه، عم نتكلم عن فقدان الشعر. اسالونا نجيب. اهلا وسهلا فيكم دكتوره رشا، مرحبا مره ثانيه وثالثه ورابعه. نكملكم مره، ما عم بلحق نكمل موضوع جمله. واحد. خلينا نركز على بدي اجاوب على اسئله اللي اتصلونا، تمام، ونرجع لموضوع فقدان الشعر، تساقط الشعر، مشاكل تمام. الشعر. الشعر الخفيف اللي اتصلت فينا البنت تقول انه شعرها خفيف، شو حل الشعر الخفيف؟ هلا شوف مدام، يعني اجت من الولاده انه هي شعرها خفيف او هو هيك شعرها خفيف، هكذا خلقت. صراحه ما في إشي اللي يساعد على انه اني انا ازود لها الشعر او اني اكثف لها كل الشعر. نقول تمام الفوليوم بالضبط بالضبط، انه احنا نزيد نكثف الفوليوم بشيء معين، ما في هيك ولدت وهكذا ستبقى بهاي الطريقه. يعني ما في إشي معين اني انا ازود كميه الشعر الموجوده. بتكون البصيله اصغر انحف، نوع الشعر نوع الشعر أملس بتكون املس وانحف أقل. يعني بهاي الطريقه. هل او هذا هيك بيؤدي هيك لفراغات؟ يعني كثافتها. مثلا بتحسي لا لا مش فراغات، بس بيكون كمية الشعر، يعني بتعرف تلاقي في شعر كميته كثيفة تخين. منيحة، وفي شعر وسط وفي شعر أقل. هي هاي بس ما بتقدر تخلي كل واحد قد الثاني، يعني حتى الكثيف تقدرش تشيل منه تخلع منه عشان تخليه خفيف. ما في يمكن مشاكل الشعر بتهم، يعني هي يعني أنا عم طلع عليها الشعر الخفيف وهو سند في الشعر، وكثير بهم الصبايا أكثر من الشباب أنا بلاقي، لأنه طبعاً فينا يعني نقول الشعر تاج على رأس المرأة، تاج طبعاً الأنوثة طبعاً إلها. الست فأنا جمال ما بلومها، المرأة يعني إنه يكون في محاولة طبعاً إنه تعرف إذا في حل لشعر خفيف، بس عم طبعاً بنقول للأسف هذه طبيعة الشعر، ما في حل. وهذا مش مشكلة، المشكلة إذا كان هذا الشعر عم بيقل، بالضبط عم بتساقط. نفقده صح شوي شوي، بالضبط. بس إذا هو خفيف بطبيعته هو هيك سيبقى، يعني فاستمتعي فيه بخفته. نحاول نغير التسريحة، تمام، يمكن نحاول نغير القصة القصة تعطي فوليوم فوليوم أكثر، تمام. ممكن هيك استشارة تساعد. إيش بالنسبة لهوس النتف الشعر؟ يعني بالنسبة هوس نتف الشعر، تمام. هلا هوس نتف الشعر صراحة بيجينا احنا على يعني العيادة بيجي، بس صراحة هذا المريض بالذات لازم يتعالج من قبل طبيبين، اللي هو طبيب الجلدية، أخصائي جلدية، والطبيب الثاني لازم يكون طبيب الأمراض النفسية. طبيب يعني احنا طبعا بنحاول نقول لهم هون ما يخافوا صراحة. يعني بنقصوا. اول ما بيسمعوا أمراض نفسية بقول لك خلاص، طلعتني الدكتورة مجنونة، فت عندها، عندي مشكلة بالشعر وعندي مشكلة بالجلدية، بخاف احكيها حتى. لا والله احنا حد يعمل لي شيء، مجتمعنا الحبيب مهم كثير صراحة. مهم مهم انه طبيب الأمراض النفسية مش معناته ان انا مجنونة بدي اروح. طبيب الأمراض النفسية شخص كثير مهم انه يساعدني كيف احل مشكلتي، بعدين مش شرط يعطيني دواء. يعني ممكن انا محتاجه سايكوثيرابي، يحكي معي شويه، يفهمني، يقدر يسحب الستريس مني. يعني هذا إشي كثير مهم. هذا ارشاد بالضبط، ارشاد هذا صحيح. توجيه بالزبط. صحيح بالزبط. هذا لا يعني انه انتم اعزائي المشاهدين بالزبط. اعزائي المرضى، اذا احنا اي طبيب بنصحك، الدكتوره رشا عم تحكي، عم بتقول دائما بدها توجه هذا المريض زي هوس نتف الشعر انه بحاجه لعلاج من اخصائي جلديه ومن اخصائي نفسيه. لما نقول اخصائي الامراض النفسيه، هذا لا يعني انه انتم تعانوا من مشكله يعني محرجه اجتماعيا، تمام، كالجنون او الهوس المخيف. لا، هذا نوع من انواع التوجيه، لانك انت لا تعلم كيف انك تبطل هاي العاده اللي هي غصب عنك عم بتمارسها. هلا احنا ممكن يعطيك دكتور الجلديه دواء يقلل من تهيج الجلد بهاي المنطقه من تكرار الاذى، وممكن طبيب النفسيه يعطيك تكنيك او يعطيك مساعده بالزبط. توعوي كيف توقف هذا الاذى. فاحنا لأنه بنتوجه ل المشاركة اللي اجتنا بخصوص هوس نتف الشعر، انه تتوجه لاخصائي جلدية وتستشيره بامر اخصائي امراض نفسية ممكن يساعدها في هذا الموضوع. تمام، مزبوط دكتور رشا. طيب مهم. ضل عندنا سؤال واحد وبنرجع لمواضيعنا الرئيسية، الشيب المبكر. ام محمد سألتنا، تمام، بتقول عمرها 45 سنة. انا ام محمد مع كل التفهم والاستيعاب، يعني اذا كان شيب كتير فهو طبيعة جينات، نعم، هو وراثي. يعني اذا كان في العيله في ناس مشيبه على البدري بالعاده هو الاولاد بحد عالي، نقدر نقول بنسبه قد ايه وراثي الشيء؟ لا لا بنسبه كبيره كمان. يعني انه يعني اذا مثلا الوالد او الوالده مشيبين على البدري، انه انا ممكن انا اشيب على البدري، واذا انا مشيب على البدري ممكن اطفالي كمان يشيبوا، وهكذا. يعني هي هيك بتمشي بالعائلات، فما له دخل مين يشيب قبل وليش السبب التشييب، وهذا بكفي الحكمه السياسيه. يعني الشيب متوارث ما له دخل. معنا اتصال، تفضلي انت على الهواء. رزان، مرحبا. اهلا يا رزان، تفضلي.
بس بدي استشير الدكتورة، احكي لها انه شعري كتير خفيف وانه دهني كتير، ويعني صرت اخذ حبوب فيتامينات وزي هيك. كثير خفيف ودهني بيوقع يا رزان، بيوقع شعرك؟ يعني بس امسكه هيك بايدي هيك وبنتف هيك بشيل، بينتف يعني مش بس يعني خفيف، بمسكه عم تفقدي شعرك يعني كثير، يعني بشكل مش طبيعي. بمسكه واحكي لك هيك شعراتي هاي، بمسكه من قدامك وليهم كميات عم بينزل. بتعملي بتروحي عند الكوافير كثير يا رزان؟ لا بطلت اقص شعري وما بستخدم سشوار، بس تصبغي؟ اخذت عمرها ولا شيء. عمرها بس قد ايه عمرك؟ تسأل الدكتوره رشا قد ايه العمر؟ متجوزه 19. قد ايه؟ 19. صغنطوطه يعني. دكتور رشا تفضلي. يعني صغيره لسه صغيره. طيب هلا شوفي، بالنسبه لل احنا هلا شوي حنحكي عن الاسباب لتساقط الشعر، بس ممكن لمشكلتك بدك تعملي فحوصات دم، هذا اهم شيء قبل ما نبلش باي شيء تاني. قبل ما ناخذ ملتي فيتامينز لازم نعمل فحوصات دم، نتاكد انه ما عندك مشكله ممكن تؤدي لهذا الشيء، زي فحص مثلا مخزون الحديد لازم نفحصه، فحص الزنك، فحص الفيتامين دي 3، فحص الغده الدرقيه، هاي من الفحوصات المهمه لها علاقه طبعا بفقدان الشعر. مهم كثير نعمل هاي الفحوصات قبل ما فحص نبلش دم لدى طبيب جلديه. مهم يعني انها تراجع الجلديه، اكيد راح يكتب لها هاي الفحوصات، مهم كثير انها تراجع نتاكد انه ما عندها هاي المشاكل، وبعدين على اساسه بنقرر العلاج، وبعدين انه لازم تنشاف. بالعاده بهاي الحاله يمكن العلاج بكون ورا ما يثبت، ورا ما يثبت. بالضبط على اساسه. كثير على فكره كثير مرضى بيكونوا بياخذوا كثير اشياء وكثير ادويه وكثير علاجات مش عاملين ولا فحص دم. كثير بياخذوا هذا السنتريوم. بياخذوا ايفريثينج. بالضبط. هلا حتى مهما اخذوا ملتي فيتامينز، ما ننسى انه الملتي فيتامينز اصلا محطوطه بكميات محدده، يعني كل فيتامين يمكن ما يقضي النقص اللي عندك اوريدي موجود. فعشان هيك لازم نعمل فحص دم نحدد فيه انه شو الناقص عشان اني انا ازوده بهاي الطريقه. هذيك اشياء مكملات مختص من طبيب الجلديه موصوف. تمام. يقرا من طبيب جلديه ويستبدل وعلى أساسه ما هو العلاج. ناقص عليه. بالضبط. اوكي اهلا وسهلا فيك يا رزان، ان شاء الله يا رب نكون جاوبناك. شكرا دكتور رشا على هاي الاجابه. معنا انتصار، تفضلي انت على الهواء. انتصار الو، مساء الخير. مساء النور، كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا، بهنيكم على البرنامج، وبصراحه نحن محتاجين برنامج مثل هيك. الله يخليك يا رب. برنامج بصراحه لانه في كتير الواحد بيضطر يتساءل عن كتير اشياء والانترنت مليان صار يشتت الناس. فبحب أسأل بس سؤالي بعد إذنك. عندي مشكلة بالشعر بس من المنطقة الأمامية، كتير عم بيكون خفيف. تفضل اسأل. هاي دكتورة رشا معك. مساء الخير دكتورة. أهلا، مساء الفل. دكتورة بس عندي مشكلة بالموضوع اللي هو خفية الشعر وتساقط الشعر بكثرة وبنفس الوقت تحديدا بالمنطقة الأمامية من الرأس. قد عمر حضرتك؟ عم تحكي بأربعين. الأربعين في أي أحمال حامل أو ولدت جديد أو أي شيء؟ لا لا أبدا. تمام. هلا بالنسبة لفقدان الشعر عند الست بالمنطقة الأمامية نحكي بالذات، هلا هذا بيجي مع نحكي الصلع الوراثي للنساء. الصلع الوراثي للنساء، للنساء بالمنطقة هلا بالعادة الأمامية. هلا أقول لك الستات بالعادة الخط الأمامي هذا ما بيفقدوه. بس بيفقدوا الكثافة بالمنطقة اللي هون بهاي المنطقة بوسط الرأس. بوسط الرأس. بغير الرجال، الرجال بيفقدوها ببلشوا من هون ومن ورا وبعدين بيروح. بس مرات من هون ومن هون. يعني كامل. بالضبط. بالضبط. هلا النساء لا، في انه هذا الخط بيكون موجود والهون الكثافة بتقل. هلا بالنسبه يمكن للتساقط، في معنى صوره من الصور اللي زودتينا فيهم بعده ثلاث اشكال، ثلاث رؤوس. في عندنا صوره فيها ثلاث رؤوس. تمام، ممكن في نشوفها. في من الصور. تمام. هلا بنحط لكم صوره وبتحكي لكم عنهم الدكتوره رشا وين بيفقدوا الاناث. ما بيفقدوا الاناث، ما بيفقدوا الرجال. هلا الفكره انه هلا الست ما بتفكر انها بتورث ابوها الاصلع او بتورث خالها الاصلع، يعني مش شرط الست بس اورث ست. يعني انا كست يعني والدي مثلا اصلع، ممكن اورث والدي الاصلع. هي هاي الفكره. ممكن الست الجين باخذ الجين، يعني انا باخذ الجين، بس اللهم الصلع عند الرجل بيختلف عن صلع عند المراه. هي هاي الفكره. والاثنين اسمهم الصلع الوراثي او الصلع الوراثي او الصلع الاندروجيني. الصلع الوراثي عند النساء من يعني ممكن اورث ابوي للاناث. بالضبط للاثنين يعني. هاي نرجع للصلع الوراثي اللي عند النساء. هلا الفكره انه الست بتحاول تدور على حل لهذا الموضوع.
هلا الحل سواء للصلع الوراثي سواء عند النساء او عند الرجال الاثنين يعني، اما في العلاجات زي المينوكسيديل اللي هو البخاخ بيجي سبراي انه يستخدموه، بس هذا استخدامه لازم يكون مدى الحياه. يعني وانس وقفت استخدام المينوكسيديل معنى الصوره اتصور هاي عفوا هاي اللي عم تشوفوها الصوره هاي تايب 1 تايب 2 تايب 3 النوع الاول النوع الثاني النوع الثالث هيك التدريج تبع صلع النساء التدريج تبع صلع النساء صراحه هذا هو الصلع تبع النساء خصوص أسوأ حالي النوع الثالث هو ما هو هيك بتدرج وهيك بتصير الست بالنهايه صراحه بصير كميه منيحه من الشعر مفقود هلا هيك منيح ولا سيء هذه الصوره هذا التايب 1 نحكي هذا تايب 1 هذا النوع الاول بالضبط نحكي تايب 1 انه هي بلشت بهاي الطريقه هيك بيجونا الستات وبكون واضح انه هذا صلع وراثي وانها الست بحاجه الى حل وهاي وهون لا هيك دخلنا بالتايب 2 للمريضه صارت شوي أسوأ بالضبط والتايب 3 بيكون أسوأ لسه اكثر من هيك هنا اللي هنا للرجال والنساء زي ما انت شايف كيف الصلع المقدمة الرأس عند النساء بتكون بالزبط. موجودة والكثافة بتقل المنطقة الوسطى اللي تحت نساء بس عشان نوضح واللي فوق رجال بالضبط هلا فوق الرجال تشوف كيف بخف شوية شوية بياخد مقدمة الرأس وبعدين بيسحب لكل اللي وراء بهاي الطريقة من قدام طبعا ومن وراء depending طبعا حسب كيف الجين متغلغل في الشخص يعني كيف وصل يعني بهاي الطريقة ناخد اتصال فرح تفضلي انت معنا على الهواء الو فرح مرحبا اهلا كيفك اهلا وسهلا والله انا بدي احكي عن مشكله الشعر تفضلي الدكتوره رشا رشيد معك اخصائيه الجلديه والتناسليه تفضلي مرحبا اهلا وسهلا كيفك الحمد لله تمام اهلا وسهلا والله انا شعري خفيف كثير وطويل طوله متر يعني بس مش عارف شو بدي اعمل قد ايه عمرك انا 16 16 سنه في تساقط كثير من اي منطقة انت يا ربا؟ فرح من عجلون من عرجان عمان من عجلون عجلون كل التحية تحية لاهلنا بعجلون بتقول طول شعرها متر سمعت فرح متى يعني. بتحكي وعمرها 16 سنة وما بعرف فرح بعدك معنا على الخط تشكي من انه شعرها خفيف راحت كنا سالناها اذا كانت تشكي. تصبغ او هيك تمام هلا هي بتشكي انه شعرها خفيف طبعا من ضمن الاسئله هل تغذيتها كويسه بتاكل كويس لانه بتعرف الشعر الطويل محتاج لغذاء صراحه كويس شو الغذاء الكويس يعني الاكل الصحي هيلثي فود يعني ياكلوا الاشياء الصحيه الخضار الفواكه اللحمه تمام طبيعيه بالضبط طبعا هاي الاشياء كلها بتساعد فواكه. تمام كلها بتساعد بنخص مثلا للشعر بنسمع بيقولوا زيت الجرجير بس بدها نوع على راسهم تمام هذا بها مش في قصه على فكره احنا انا عندي بعاني من مشكله بالعياده مرضاي بيجوا سن انا رح احكي بالاسنان المثال يعني سنهم مسوس بتلاقيه كسر حبه بروف نحطه على السن هذا يعني لا يغني ولا يفيد ولا زي الجلدية أنا أتوقع كثير بيحطوا حبوب مانع الحمل بيكسروها بالشامبو وبصيروا يتحموا فيها هاي يعني كثير سمعتها صراحة بالعيادة بس ما في شيء يعني ما في شيء مثبت علميا أو في أي دراسات اللي كنا بنحكي عنها في بداية الحلقة إنها ممكن تفيد بهذا الموضوع يعني ما فيش طبعا خزعبلات نحكي يعني هاي الفكرة معنا ست روابي نعيمات من معان بنحيي كل أهلنا بمعان أهلا وسهلا فيكي تفضلي أنت على الهواء الو تفضلي ست رواب بن عماد اهلا باهل معان اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب معك رواب بن معان بس حابه اسال الدكتوره هياتها معك تفضلي بدي احكي لها والله انا بشكي يعني من الشعر خفه الشعر ايش هو؟ خفيف شعري بتساقط يعني بشكل بتساقط قد ايه عمر حضرتك؟ 18 سنه كله صغار اليوم معنا 18 سنة كله تمام كيف تغذيتك أكلك والله باكل يعني منيح تمام كويس لازم تعملي فحوصات دم ممكن نتأكد إنه ما عندكيش مشاكل عملت أنا فحوصات دم عملت لازم تعملي فحوصات معينة اللي هو مخزون الحديد والزنك والدي 3
والتي اس اتش تي 3 تي 4 اللي هم فحص الغده الدرقيه، مهم كتير هاي الفحوصات نتاكد منها بالتكه، يعني مش حتى قوه الدم، قوه الدم هالقدر، لازم مخزون الحديد برسي اتاكد انه هو كويس عندك، هذا كتير مهم. عرفتي؟ وعلى اساسه بنحدد العلاج، من هون بنبلش مشوار العلاج تبعك. عرفتي؟ واهم شيء التقييم طبعا، لازم نشوف المريض. يعني النصيحه اللي بنوجه لك اياها بهاي الحاله انه يتم الاطلاع على هاي النتائج من قبل اخصائي جلديه بيعرف ليش اعطاك هذا الفحص للدم. وقالت لك الدكتوره ركزي على الحديد والزنك، الفيريتين والزنك والفيتامين دي 3. الفيريتين هو برضه له علاقه بالحديد، الفيريتين اللي هو مخزون الحديد، مخزون الحديد.